وهون اخواني نصيحه لكل اخوتنا في الشام، اياكم ودماء المسلمين، تبرؤوا من دماء المسلمين. لكل مسلم الحق ان يدافع عن نفسه وعن عرضه وعن ماله باقصى طريقه ممكنه، ولكن ان يكون المبادر للاعتداء على اخوه المسلم فهذا مما لا يجوز ولا باي حال من الاحوال. فنسال الله سبحانه وتعالى العفو والعافي، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يثبت اخوتنا في بلاد الشام بكل الطرق، وان يربط على قلوبهم ويصبرهم حتى ياتي دورهم المهم والمفصلي في المعركه الحاسمه في اخر الزمان اللي اسمها الملحمه الكبرى مع المهدي وإبان خروج ونزول سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام من السماوات على جناح ملكه.